الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية سامراء هي شركة أدوية حكومية تأسست عام 65 وألف في العراق على أساس معاهدة التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاتحاد السوفيتي عام 59 و900 وألف وباشرت بالإنتاج الفعلي عام 71 و اسست الشركه العامه لصناعه الادويه بموجب قانون المؤسسات العامه رقم سته وستين لسنه الف وخمسه وبعد صدور قانون الشركات رقم اثنين وعشرين لسنه سبعه وتسعين وتسعمائه والف تاسست الشركه العامه لصناعه الادويه والمستلزمات الطبيه وموقعها الرئيسي سامراء اهم المصانع التابعه لها مصنع ادويه سامراء هو أقدم المعامل وينتج معظم المنتجات الصيدلانية المستخدمة في البلاد والتي تبلغ تقريبا 350 نوعا من الأدوية ويضم المصنع مقر الشركة. مصنع بغداد لإنتاج الغازات الطبية وينتج المعمل غاز الأكسجين وغاز التخدير والزجاج العلمي. مصنع بابل لإنتاج المحاقن النبيذة والغازات الطبية ويقوم بإنتاج المحاقن الطبية وغاز الأكسجين. مصنع المحاليل الوريدية نينوى، ويقع داخل مدينة الموصل، وكان مرتبطاً بشركة الأم في سامراء، ويختص بإنتاج المحاليل الوريدية حتى فك ارتباطه عن مصنع سامراء بتموز عام 2002 لمدة عام تحت التجربة، وصار مستقلاً عن مصنع سامراء. يبلغ عدد موظفي الشركة المستمرين بالخدمة. 4365 موظف على الملاك الدائم، فضلا عن مئات العاملين وفق نظام العقود والاجور اليوميه، ويعتمد اقتصاد سامراء بصوره كبيره على الرواتب التي تدفعها الشركه لموظفيها، والذين غالبيتهم من سكنة مدينه سامراء وضواحيها والاقضيه والنواحي المجاوره لها، فكت الشركه ارتباطها بوزاره الصحه في تسعينيات القرن الماضي، وهي اليوم احدى تشكيلات وزاره الصناعه والمعادن. كانت الشركة على مدى سنين عملها منجما للكفاءات والطاقات العلمية العاملة في مجال تصنيع وتحليل وبحوث الدواء وتتميز بكوادرها المصنعية والمختبرية الكفوة بعد عام 2003 عانت الشركة من مشاكل عديدة وتحديات مهولة ووقف موظفوها وقفة الأبطال لحمايتها من أعمال السلب والنهب التي طالت أغلب المؤسسات الحكومية يوم التاسع من نيسان عام 2003 وما تلاه أعاد منتسبو الشركة عجلة الحياة للدوران فيها رغم الظروف الأمنية التي عاشتها سامراء بعد عام 2003 ولم يألو جهدا في استمرار الإنتاج بل وتطويره مع صعوبة بالغة في استيراد المواد الأولية وضمان وصولها إلى مقر الشركة في سامراء أدوية سامراء كانت وما زالت مضرب المثل بجوده المنتج وفعاليته الممتازه والتي تضاهي جوده المنتجات الاوروبيه حافظت هذه الشركه على سمعتها من خلال استيرادها لمواد اوليه من مناشى رصينه واستطاعت مقاومه جور الاستيراد الدوائي والثبات على شعار صنع في العراق الذي غاب عن منتجات السوق العراقيه مع غيابها واندثارها